الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. دكتور أندريا، الأول صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك الأول عايز أتكلم حضرتك أكتر من جزء في نقل المواطنين أو انتقال المواطنين من السكن في العريش إلى الإسماعيلية الآن. البعض يريد أن يزايد على المصريين اللي موجودين هناك، بعض آخر لا، في نوع من أنواع التآخي وفي نوع من أنواع الإحساس والمواطنة الشديد جدا موجود علشان نقدر نعدي هذه الأزمة. بنشوف دور الدولة قد إيه محترم، وبنشوف قد إيه برضو في دور المواطنين موجود. حضرتك شايف المشهد إزاي الأول؟ أنا شايف المشهد زي ما حضرتك أشرت بوضوح، هو التحام الدولة والمجتمع معا في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي لا يريد خيرا لمصر. نعم. فأنا شفت بوضوح شديد أن الدولة من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء إلى السادة الوزراء في تحرك سريع وعاجل، وكلنا تابعنا بالأمس السيدة وزيرة التضامن كانت موجودة لعدة ساعات في الإسماعيلية، السادة الوزراء كما حضرتك أشرت، لكن مش بس الدولة، المجتمع المدني، الكنائس، الأحزاب السياسية، هذه انتفاضة مصر كلها، لأن احنا لا نقبل مثل هذه الأعمال، ده إرهاب أسود بيريد كسر حلقة من حلقات وحدة هذا الوطن، وأنا في اعتقادي هم واهمين. نعم. يعني عملوها في البطرسية قبل كده وازدادت صلابة المصريين، وعملوها في العريش وتزداد صلابة المصريين أكثر، وده لا كلام شعارات ولا كلام احنا مجبرين نقوله ولا كلام احنا بنقوله للإعلام بمجرد الكلام، احنا كلام بنقوله عن قناعة حقيقية، احنا متأكدين ان بسلامة مصر لنا سلاما، ومتأكدين انه في وحدة مصر واستقرارها استقرار لكل المصريين. نعم. وبالتالي بنطرح جانبا بعض الشائعات التي أصحابها لهم أغراض خاصة، وبنقول هذا المجتمع في لحمة، في وحدة حقيقية، يعني ما فيش شك اللي شفناه في الإسماعيلية امبارح مجتمع ينتفض للقادمين من العريش. صحيح. هل في أي أنباء على أن أسر أخرى في العريش حسب بعدم اطمئنان أو عدم استقرار فترغب في أيضا الوفود إلى محافظة قريبة لحين هدوء الأمور واستعادة الأمن بشكل تام وبعد ذلك الرجوع مرة أخرى، ولا هو كده خلاص 30 أسرة وأعتقد أن هو ده الرقم المعلن حتى هذه اللحظة؟ يعني لا، هو الرقم المعلن 102 أسرة. 102 أسرة، 102 أسرة اللي تم تسكنهم سواء في شقق أو في مقر وزارة التضامن أو في مقر نادي الشباب في الإسماعيلية، وجزء من العدد من هذه الأسر راح أسيوط وراح بعض المحافظات عند قرايبهم، يمكن 70 يمكن 80% من الأسر موجودين في الإسماعيلية. أما في العريش محدش يعرف، لأنه ما الأسر دي تحركت بقرارها الشخصي، لم يكن حد قال لها سيبي أو اقعدي أو روحي أو استني، ده قرار شخصي للأفراد وللأسر في ضوء الظروف الصعبة اللي اجتازوها قرروا يتحركوا، وبالتالي لو في حد بيتحرك بناء على قراره الشخصي، بيقعد بناء على قراره الشخصي، فمفيش حد عنده معلومات بهذا الشكل. نعم. معظم الأسر دي زي ما حضرتك ما قلت هو أصلهم مش من العريش، إنما في ناس بتشتغل هناك في هذه المناطق. هل العمل بقى هيتأثر؟ دور الدولة إيه في إن هي تعيد بقى متطلبات الحياة لهذه الأسر مرة أخرى؟ يعني من فقد عمله في العريش هيعمل إيه يعني؟ شوف، اللي شفناه امبارح من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن هو تحرك دقيق وتحرك على أعلى مستوى مهني، أن يكون بتدرس كافة الحالات، بتدرس أولا مش بس العمل، بتدرس اللي عندهم أمراض وتحتاج إلى علاج عاجل، بتدرس اللي في المدارس، بتدرس طبيعة العمالة. نعم. بتدرس طبيعة التسكين، وأنا هي الوزارة متعاونة معانا، لأن احنا عندنا فريق الإغاثة بالكنيسة الإنجليزية في قصر الدبارة اتحرك، وده فريق كبير مع الكنائس في الإسماعيلية، فعندنا عدد من المعلومات احنا سلمناها للوزارة، الوزارة بتعمل فايل لكل عيلة وبتتحرك في إطار المعلومات الدقيقة مع الوزارات المختلفة. فمثلا العمالة هيتم التعامل مع العمالة، الجامعات هيتم التعامل مع وزير التعليم العالي،
السكن بيتم التعامل مع وزير الإسكان وهكذا. الدولة تعمل بمنظومة مهنية في هذه القضية. امبارح تابعنا ده، وانا بتصور انه زي ما قلت هذه انتفاضة الدولة ومجتمع ضد الارهاب. صحيح، واحنا بنتكلم عن انتفاضة الدولة والمجتمع، خليك معايا دكتور اندريا زكي بعد اذن حضرتك، لان انا معايا على التليفون الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف. شيخ جابر الاول، السلام عليكم وصباح الخير. طب قفل الشيخ جابر، يا ريت لو نقدر نكلمه تاني، لان عامل مبادرة جميلة جدا يعني يا دكتور أندريا، وبتأكد قد ايه احنا كمصريين بغض النظر عن المنصب وبغض النظر عن المكانة بغض النظر عن اي شيء قادرين ان احنا نقف جنب بعض قوي، وان المصري ما بيسيبش المصري. الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك عارض ايه يا فندم بالظبط لاخواتنا الاقباط؟ والله هذا المصاب يعني بهذه الصورة، مصاب جلل وأليم، لما لاحظته بالأمس من يعني وجود السيدة وأبنائها مع في برنامج مع الأستاذ وائل الأبراشي. نعم. أثر فيها شديد أن الأم تفقد زوجها وتفقد ابنها ويحرق بيتهم بهذه الطريقة البشعة اللا آدمية اللا إنسانية. على فور اتصلت بصديقي الأستاذ سمائي المسيحي، فقلت له يا أخي لو في أي أسرة عندك تحتاج، أنا عندي الشقة الخاصة بي في الغردقة في بيتي، أنا في القاهرة وهي الشقة موجودة في الغردقة فارغة. نعم. من الممكن نستضيف أي أسرة، هي شقة كبيرة شقتين مفتوحين على بعض، من الممكن أن نستضيف أي أسرة أو أي عدد يحتاج يقيم فيها بصفة مؤقتة، أنا تحت أمره. ربنا يعني يجزيك خير ويجعله في ميزان حسناتك دكتور. اقل واجب يعني. طيب ورد عليك ولا ما ردش؟ لا ما ردش والله، انا لم اسعى الى انه يعني الموضوع ينتشر ويشتهر ولا ياخذ حجم اعلامي، لكن اردت ان تكون خالصه لوجه الله عز وجل. نعم. طب انا معايا دلوقتي على الهاتف الدكتور اندريا زكي، طبعا هو من الناس اللي ايديها في الموضوع ده قوي ومتابعه كل الحالات اللي موجوده. دكتور اندريا، في حد عند حضرتك ممكن يروح الغردقه او مش لاقي مكان يقعد فيه، ففي مكان دلوقتي متوفر؟ شكرا. انا اعتقد الدوله بالامس والوزارات المختلفه وكافه مؤسسات المجتمع المدني والكنائس اتحركوا، وانا بعتقد يعني ما فيش مشكله، لانه كمان وزير الاسكان امبارح اعلن بوضوح شديد انه سيتم توفير وحدات سكنيه من الوحدات اللي كانت جاهزه للاسكان الاجتماعي للاسر المحتاجه. نعم. فشكرا للشيخ جابر طايع، انا اعرفه وبالتأكيد لو في احتياج هنتواصل معاه بشكل مباشر. نعم. احنا بنشكرك طبعا شيخ جابر طايع جدا على الروح دي وعلى المبادرة اللي اقمت عليها دلوقتي، وحتى لو لم تستغل يكفينا ان في مصريين بيفكروا بالطريقة دي. يعني دكتور اندريا، رسالة حضرتك دلوقتي للمجتمع المصري ايه؟ انا هذا المجتمع اللي فيه تجربة للتعايش مهمة، وهي التجربة الوحيدة الباقية في الشرق الأوسط، وهي تجربة حية وتجربة دقيقة. رسالتي هي رسالة تماسك، احنا بنتماسك، احنا بنواجه عدو يريد تفتيت مصر، يريد الانتقام من الدولة، يريد الانتقام من المجتمع، واحنا بتماسكنا هنضيع عليه الفرصة. ما فيش شك ان المصريين متماسكين واكثر قوه، وانا رسالتي ان احنا هنشتغل مع اهالينا اللي بيعانوا، كلنا واقفين جنبهم، لكن كمان في نفس الوقت عينينا على بلدنا، لان بلدنا هي اغلى حاجه عندنا. شكرا، بشكرك جدا دكتور اندريا زكي على هذه المداخله، وتاني بنؤكد ان مصر باذن الله تعالى بوحده شعبها بوحدة أبنائها قادرين على أن احنا نعدي بأي صعوبات موجودة بتقدر أن هي أو بتحاول أن هي تعيشنا في أزمة من الأزمات.